يا أبناء الشرف يا سادة، لننكسر ولا نجحت يا شارون الكلبة. في إطار البرنامج الثقافي السنوي لدار الثقافة محمد الشبوكي، ارتأت هذه السنة أن تنظم الأيام الأدبية في طبعتها 15. النرب التاريخين يشهدان إلى انتفاضة أو طوفان الأقصى المصادف في 7 أكتوبر، وكذلك أحداث 17 أكتوبر. مزجنا بين هذه التاريخين، بين مدرسة ثورية تحررية. بلغ عدد المشاركين جملة 85 مشارك، منهم 23 ولاية. وكذلك هناك مسابقة للقصة قصيرة تدور حول فلسطين العزيزة.